طيب نرجع تاني برضو لابرز التمارين في الحالتين سواء يوجا او هما فيهم حاجات مشتركه. يعني مثلا ايه هنقول ده مثلا اللي هو الكامل بوز ده، تمام؟ ده الكامل بوز اللي هو بتاع اليوجا. طب في النيرفانا بيبقى ازاي؟ احنا بنفضل ثابتين. النيرفانا لا، احنا بناخد النفس وبعد كده بنرجع نعمل البوز كده، نرجع ناخد نفس تاني وبعد كده بنتحرك كده. اوكي. في حاجات بقى واحنا واقفين بتبقى شبه الرقص شويه، اللي هو مثلا ان انا ايديا كده ببتدي اخد النفس كده، تمام؟ بخرج النفس وابتدي انزل كاني بعمل سناك. فالحركه نفسها بتخلي الناس الهايبر او الناس اللي هم عندهم باور يحبوا النيرفانا اكتر. ليه؟ بيتحركوا فيها، مش ثابتين. في ناس ثانيه لا، تقول لك هي متعبه بالنسبه لي. أوكي. متعبه لان انا مش عارفه احفظ الحركه. فطبعا مع حضور الكلاسز كتير الناس بتتعلم ان هي تعمل الحركات. طب احنا قلنا ان اليوجا ليها، انت عدت لنا اربع خمس يمكن ست انواع مختلفه، النيرفانا نوع واحد بس. حتى الان هي نوع واحد. يعني حتى الان هي نيرفانا بس. وهي تعتبر ميكس من اليوجا مع والبلاتس. شيء من التمرينات الرياضيه بالظبط كده. ما هي اسمها نيرفانا فيتنس. تمام. النيرفانا فيتنس هي يعني اكتر التركيز على التمرينات الرئويه. اوكي. بحيث ان هي حتى هي مفيده، يعني البي ال بي دوت هم بيعملوه الدكاتره في حالات الالتهاب الرئوي الشديد. أوكي. يقول له دايما خد النفس على بطنك بحيث ان انت توسع الحجاب الحاجز بحيث ان الهواء يدخل اكتر. تمام. طيب نشوف برضو تمارين سواء مشتركه بين اليوجا والنيرفانا او فرق، يعني بتبين الفرق ما بين الاثنين. ما هي ما انا زي ما قلت لك كده، يعني مثلا في اللي هو مثلا في بوز زي كده في اليوجا، تمام؟ احنا بنفضل ثابتين وايدينا كده، بنفضل ثابتين، ده الورير. اوكي. بنفضل كده وبنفضل ثابتين شويه. اوكي. لان النيرفانا احنا مش بنفضل ثابتين، احنا بناخد النفس بنضغط على بطننا بنرجع ناخد النفس ننزل نخرج النفس بعد كده الثانيه ناخد النفس. هي حركيه يعني احنا بنتحرك فيها، نخرج النفس نرجع ناخد النفس بعد كده نخرج. طبعا هي ليها ميوزك معينه بتبقى معانا، بتبقى مع كل المدربين، ما ينفعش نشغل ميوزك ثاني، هي ليها ميوزك مخصوصه ليها فعلا. اوكي. وطبعا ما بين كل مجموعه ومجموعه بنبتدي نقف 30 ثانيه بالظبط مغمضين عينينا ونبتدي نقول لنفسنا افرميشن معينه بحيث ان احنا توكيدات معينه بحيث ان احنا دماغنا تشيل اي ضغط او ستريس او تفكير بره السيشن. فمثلا احنا بنقول اول واحده ايه؟ اي ام بريذنج، انا بتنفس. وتبدا اللي معايا حاضرين يعني يبداوا يقولوا لنفسهم طبعا ذهنيا، فطول ما هم شغالين انا بتنفس انا بتنفس، طول ما هي بتعمل الحركات يعني مثلا كده انا بتنفس، تبتدي بتقول الكلام ده ايه لنفسها. اوكي. ده بيساعد على التركيز يعني. في واحده ثانيه اي فيل لاف، اشعر بالحب. طبعا شعور الحب ده هي طاقه كبيره قوي، بتبتدي هي توزعها زي ما هي عايزه، بس انا دايما بقول لهم ادوها لنفسكم يعني حبوا نفسكم انتوا. اي فيل جريتفول، اشعر بالامتنان او اشعر بالشكر، يعني اشكر مين. فطبعا بيبقى هم حابين يدوا الطاقه دي لمين، بيدوها ذهنيا. اي ام باورفول، انا قويه. فتبتدي حتى في الكلمه بتاعت انا قويه دي التمرينه بتبقى قويه. طب يعني ما تدينا واحد اي ام باورفول كده عشان برضو ايه نستوعب الكلام. يعني مثلا ايه كده، ده المفروض ان انا هعمل التمرينه بتاعت انا قويه. أوكي. فالمفروض ان هي تاخد نفس تخرجه وبتفضل ثابته شويه بقى. أوكي. بعد كده ترجع تاخد نفس بعد كده تخرج. فيها زي استرتشات كمان. ايوه ما هي بيلاتس يوجا مع بعض، وفي نفس الوقت تمارين التنفس مهم. أوكي. يعني ما ينفعش ان انا اعمل الحركه من غير ما اركز في النفس بتاعي. لا. أوكي. هو انا بعمل حركه انهيل داون اكسهيل بعد كده انهيل باخد النفس بعد كده اكسهيل بعد كده انهيل تاني. أوكي. ويفضل بفضل كده طول الاكسرسايز بتاعي. تمام.